الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نجتمع في هذا المسجد العام نحتفي بافتتاح مجلس تحصيل مزدا، لازم نستمع الى شرف القران وجلالته وبشاره ربكم سبحانه وتعالى بفضله ومكانه. يقول الله تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. معنى التي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد، العقائد الصحيحة تؤخذ من القرآن، والأعمال الصالحة وكذلك الأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. وفي الحديث: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته أي حفظته الملازمين لتلاوته الذين يعملون به ظاهرا وباطنا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذا الحديث يعني يدل على مكانة القرآن، خيركم خير في الدنيا والآخرة أن تعلم القرآن وعلمه. وها هي حلق تحفيظ القرآن الكريم ودوره تنتشر في هذا البلد المبارك، وهي متاحة للجميع. وما من قرية أو حي أو محلة إلا وفيه مدرسة تحفيظ القرآن، يعني القرى كلها تتنافس لإنشاء مراكز تحفيظ القرآن ولخدمة كتاب الله تعالى. ولا زالت تبذل الأموال وصدقات المحسنين، وتوقف الأوقاف لخدمة كتاب الله تعالى، ويكرم الحفاظ وتقدم لهم الجوائز. وبلادنا بفضل الله تعالى يعني كررت حفظة القرآن، جعلت الذي عنده شهادة حفظ القرآن يعني يعادل يعني الشهادة الجامعية، كما أنها تمنح يعني مكافأة لمحفظي القرآن نظير قيامه بتحفيظ القرآن للطلبة. يعني بلادنا يعني حازت السبق على جميع الدول في تحفيظ القرآن الكريم. إن الانتظار في حلق تحفيظ القرآن لا يتعارض مع قدرة الطلاب على التحصيل العلمي في المدارس والجامعات، بل إن حفظ القرآن له دور كبير في زيادة التحصيل العلمي. والمتفوقون والتفوق في دراسات يعني دراساتهم أغلبهم تجدهم يعني من حفاظ كتاب الله تعالى. هناك دراسات أثبتت أن 70% من الطلاب الذين بدأوا التحفيظ مبكرا يتفوقون في دراسته ويحصلون على المراكز الأولى، يعني متفوق في القرآن ومثلا في المدرسة كذلك. والجامعات: لقد سمعت فض القرآن فما علينا إلا تشجيع أبنائنا. لازم نشجعوا أبنائنا يا إخواني، مفيش هذا في الصيف وبعدين مفيش يروح، لا، دائما القرآن على مدار السنة، ونتابع أبنائنا تحفيظهم وتحصيلهم على التحاق بهذا القرآن الكريم وتشجيعهم ومتابعتهم، يشجعهم حتى بالجوائز يعني بالمكافآت باش يستمروا ونتابعوا. ختاما نهني أهلنا في محلة مزدع على هذا الإنجاز العظيم الذي نأمل أن يكون منارة ينير هذه المنطقة كلها. ولا ننسى الذين أوقفوا هذا المبنى لتحفيظ القرآن الكريم، اجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يكون صدقة جارية عند انقطاع العمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معنا معكم الدكتور رمضان قلوبة. أما الآن ضيوفنا الكرام يشاركنا بكلمة يلقيها السيد خليفة علي العزابي، فتفضل مشكور.